في وقت بدأت فيها الدولة بالسيطرة على أغلبية القطاعات والسلع والخدمات في لبنان، أصوات تنادي ضدها، فإلى اليوم لا يزال المعنيون في قطاع الصحة ضد دولرة أسعار الأدوية باعتبارها حاجة ضرورية ومسألة حياة أو موت. اليوم نحن أفضل للصيدليات هي أن تكون مدولرة، ولكن نحن كنا عم نرفض الدولرة، بنعتبر أن الدولرة رح ترتد سلبا على المريض. كنا عم نقول الآلية اللي بدكم إياها للشركات ولوزارة الصحة، أكان دولار دولرة أو كانت مؤشر كذا مرة بنعرف، نحن ما عنا مشكلة بالآلية، نحن هدفنا نأمن دواء لصيدلياتنا. نعم، هلأ في كتير قطاعات كانوا عم بيقولوا ما رح نتجه للدولرة وما يخافوا المواطنين ورجعوا اتجهوا للدولرة، هل في احتمال بالمستقبل القريب ترجع تتسعر الأدوية بالدولار؟ نحن لحديث هلا ما بدنا دولار. قرار إضراب الصيادلة المفاجئ بالأمس تحت ضغط شركات وموزعي الأدوية والذي تم الرجوع عنه لاحقاً شكل خضة لكل مواطن شارفت أدويته على الانتهاء وجعلت من معاناة ألمه ضعفين. وفي وقت تنص فيه المادة 88 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه يمنع تحت طائلة العقوبة إقفال هذا القطاع الحيوي لأن في ذلك تعريضاً لحياة المرضى للخطر، نجد في لبنان من يستخدم هذا الأسلوب بغية الوصول لأهدافه وهي الحصول على الأدوية، وكأنه مكتوب دوما أن يتم اللعب على أعصاب المواطن اللبناني. ولكن السؤال، لماذا لا تسلم الأدوية في موعدها؟ الشركات والمستودعات ما كانت عم بتسلم الأدوية إلى الصيدليات بسبب الارتفاع في سعر الدولار وعدم مواكبة مؤشر الصادر عن وزارة الصحة لهذا الارتفاع. بعد ما سكرت الصيدليات لبضع ساعات تم الاتفاق مع الوكلاء مع المستوردين مع المستودعات على تسليم الأدوية إلى الصيدليات وأكيد تحت إشراف وزارة الصحة. ونتيجة هذا القرار ونتيجة هذا البروتوكول اللي توقع تم فتح الصيدليات. صار في قرار من وزارة الصحة بعدد مؤشرات بالنهار حسب تقلب السعر المصارف. أصداء دولرة أسعار السوبر ماركت لا تبشر بالخير، ويبدو أن قصة دولرة أسعار الأدوية قريبة، وقبل تطبيق الدولرة أولاً على الرواتب والأجور فلن يكون باستطاعة المواطن اللبناني تحمل المزيد من الأعباء، ومن هنا يبقى الحل الوحيد لإنقاذ الوطن والمواطن خطة اقتصادية شاملة ومتكاملة تخفف من وطأة الأزمة.